السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة المهندس المعماري طالب جابر على اليوتيوب. الكثير من الزملاء والأصدقاء والأحبة المشاهدين للقناة وكذلك متابعين لصفحتي على الفيسبوك طالب جابر قابها طلبوا مني شرح لكيفية الترويج لصفحة معينة على الفيسبوك. طبعا في البدء قبل الخوض بهذا الموضوع المهم جدا، لابد من معرفة كيفية الترويج وشروط الترويج. كيفية الترويج وشروط الترويج. شروط الترويج أن تتوفر لديك صفحة مثل هذه الصفحة على الفيسبوك تنشر بها أعمالك أو منشوراتك الخاصة، سواء تكون هذه الصفحة سياسية، فنية، تعليمية مثل هذه الصفحة، صفحتي التعليمية والخاصة بعملي ترويج لأعمالي، أو تكون صفحة خاصة لأي أمر آخر. فإذا كانت صفحة خاصة بك فتستطيع الترويج لها مباشرة. طبعا هي فائدة الترويج أنه أنت تمتلك حساب شخصي، والحساب الشخصي أنشأته على عن طريقه هذه الصفحة مثل هذه الصفحة، أو أنك تريد تروج شخص ثاني فلا بد أن الشخص الثاني يضيفك من البيج مانجر أو بيج مانجر رولز اللي هي المتحكمين بالصفحة، يضيفك كأدمن بالصفحة أو معلن أو ناشر بالصفحة. طبعا الأغلبية إنه يفضلون إن هم يضيفوك كمعلن بالصفحة لحتى لا تطلع على أمورهم الخاصة اللي هي الرسائل اللي تصل إلى الصفحة، وكذلك أمور أخرى خاصة بالخصوصية الخاصة بالصفحة. لهذا أنت من تطلب من شخص ثاني إنه تقول له أنا راح أروج لك الصفحة مالتك، فتطلب منه شنو هو إنه يضيفك كمعلن، فراح يضيفك كمعلن بالصفحة مباشرة. بعد إضافتك كمعلن تدخل على الصفحة مثل ما دخلنا احنا حاليا عن طريق حسابك. حسابك تلقى الصفحة اللي ضافها لك الشخص ظهرت ضمن حسابك. طبعا لازم يكون هذا الشخص اللي يضيفك كآدمن أو معلن بالصفحة لازم يكون صديقك بحيث يقدر يضيفك، فلازم أول مرة يطلب صداقتك أو تطلب صداقته وصيرون أصدقاء وبعدين يضيفك كمعلن بالصفحة، ما يصير يضيفك مباشرة بدون ما أنت تكون صديق له. المهم احنا راح نطبق مثال على صفحة خاصة بيك مثل هاي الصفحة اللي خاصة بي، وانا راح اروج لها بالطريقتين. اولا بهذا المقطع الفيديو راح اروج لها كصفحة، ومقطع الفيديو الثاني اللي موجود بالقناة راح نروج لمنشور معين. هسه اذا اريد اروج للصفحة هاي التطبيق هسه باللغة العربية مكتوب بهاي التفاصيل، هنا نشر صورة، تعديل صفحة، المنشورات، صور، مقاطع الفيديو، المناسبات والى اخره، سواء بالانجليزي او بالعربي. تجد هنا اللي هي جوا المعلومات الخاصة بالصفحة، فتدوس على هذه وتقول لها مور، يطلع لك بقية التفاصيل، فيقول لك قم بترويج صفحتك مقابل $5 للوصول الى المزيد من الاشخاص في العراق. طبعا انت حر ايش قد تريد تروج لها، هسه راح نشوف. مو الا $5، ممكن دولار، ممكن $1000، مثل ما تحب، وكل مبلغ هو راح يعطيك عدد معجبين معين. لكن إذا أردت تروج لازم شنو يتوفر عندك؟ يتوفر عندك بحسابك الشخصي وليس بالصفحة، أن تكون حسابك الشخصي أو الصفحة الخاص بك مربوط ببطاقة ماستر كارد أو فيزا كارد تشتريها من أحد البنوك الرسمية الموجودة بالعراق أو الوطن العربي والعالم، أو عن طريق شركات التحويل المالي اللي توفر حاليا عندها بطاقات الفيزا، أو تكون مربوط حسابك الشخصي الفيسبوك بالباي بال وتقدر تروج عن طريق الباي بال، وكذلك او عن طريق بطاقات الكاشيو. لكن الطريقه الاولى هي بطاقه الفيزا كارد او الماستر كارد تكون انسب، لان راح تكون بس الفيسبوك يستقطع عموله الاعلان فقط، عموله تحويل الاموال. اما عند استخدامك الباي بال او بطاقه كاشيو فراح تكون عندك عمولتين، عموله البنك اللي هو باي بال، او عموله بطاقه الكاشيو اللي يكون غاليه حاليا $10 تقريبا موجودة بالسوق ب$14 أو $16، لهذا أنه أنت راح يكون عندك الإعلان إذا تروج له $5 كأنه أنت مروج بـ10 دولارات. لهذا بدل ما تستخدم هذه الطرق العادية اللي هي كاشيو أو طريقة الباي بال وتكون عليك عمولتين، استخدم بطاقة فيزا كارد بحيث تكون الـ5 دولار اللي أنت جاي تروج لها هي عبارة عن $6 فقط وليس $10، يعني عمولة $1. المهم راح ندخل على قم بترويج صفحتك مقابل $5 للوصول الى المتابعين. طبعا هنا راح تقدر تشوف الاعلان مالتك اللي راح يطلع، فتقول له معاينة للاعلان
فراح يظهر لك الإعلان هنا والبقية التفاصيل. المواقع هنا، المواقع شو تقول له editing. المواقع تقدر تضيف العراق أو تضيف البصرة فقط مثل ما أنت تحب. فمثلا هسه احنا راح نضيف البصرة، مثلا نريد نروج فقط لمحافظة البصرة، نقول له موافق، فيقول لك جمهورك راح يكون فقط بمحافظة البصرة، أو راح نلغي مرة جمهور من محافظة البصرة مثلا في لبنان، نريد نروج لجمهور في لبنان، فنقدر نروج لجمهور في لبنان أو لبنان ومثلا العراق. أوكي، فتختار العراق ولبنان، أنا راح يكون ترويجك في العراق ولبنان، أو تتركها مفتوحة مثل ما أنت تحب، أو أي دولة تحتاجها، أو أي محافظة، أو أي دولة، أو مجموعة محافظات مثل البصرة والناصرية وبغداد والمثنى إلى آخره، مثل ما أنت تحب. بعد ما تكمل هذه، خلينا نعتبر إنه إحنا البصرة، ترويجنا لداخل البصرة، فنقول محافظة البصرة، وكذلك بغداد. أوكي، محافظة بغداد والبصرة تم. الثاني وين راح استهدف الرقعة الجغرافية، الجمهور الموجود وين بالبصرة وبغداد فقط. الاهتمامات هنا، الاهتمامات انه اللي يهتمون بالهندسة بالعراق ببلك، ممكن انه تكتب اي اهتمام مثلا تسوق. تسوق من قلة تسوق راح يدوس تختار هاي الاهتمامات، ممكن تتركها فارغة فراح تكون اهتمامات عامة، تتركها فارغة دلت كل شيء موجود بها وقلة تم، فراح يعتبر اهتمامات عامة للجمهور عامة، معناه مو شريحة معينة. مثلا انت اذا كان تسوق مثلا حقائب فتكتب حقائب، اذا كان مثلا تسوق ملابس تكتب ملابس، وتسوق عبر الانترنت، اذا كان ساعات ساعات وهكذا، اذا كان سياسة سياسة، اذا كان لجهة معينة فتكتب هاي الجهة المعينة السياسية او الاجتماعية، او تعليم تكتب تعليم، فانت تختار اهتمامات الجمهور اللي انت تحتاجها. بعدين راح تختار الفئة العمرية مثلا من 18 سنة الى 65 سنة، تقدر تقللها للوقت اللي انت العمر اللي انت تحتاجه، فبراحتك تقدر تتحكم بالاعمار مثلا من 26 الى هاي، فتقدر انه تتحكم بالاعمار، شوف مثلا من 18 سنة الى 55 سنة مثلا. بعدين تختار الجنس، انت لمن هاي الشريحة اللي تريدها بالبصرة او بغداد، من هم ذكور وإناث أم ذكور فقط أم إناث فقط، فإما كلاهما أو ذكر وأنثى، فأنت تختار أما ذكر أو أنثى أو كلاهما. بعدين الميزانية، فيقول لك إنه أنت $5 راح تحقق لك تسجيلات إعجابات من 68 إعجاب إلى 273 إعجاب، $10 تحقق لها عدد إعجابات، فأنت تقدر تختار. طبعا هذا هو معدل، ممكن أزيد من هذا العدد تحصل، فمثلا تقول له اختار سعر، مثلا تقول له $1، أوكي؟ فمن راح تقول له $1 يقول لك راح احقق لك 14 الى 55 اعجاب فقط، فانت تقدر هنا تكتب اي قيمه انه انت تحتاجها بحق لاضافه المبلغ، مثلا تقول له $200 وتقول له تم، راح يقول لك 2727 الى 10000 اعجاب. اوكي، فانت تختار هذا اللي يعجبك، مثلا احنا خلينا نقول له دولار، نقول له تم. بعدين يقول لك تشغيل هذا العنوان حتى اقوم بايقاف تشغيله. إذا تختار هذا اللي هو أوتو، فراح يستمر الإعلان مشتغل ويوميا يستقطع منك دولار، في حال إنه أنت تشغيل الإعلان حتى تاريخ 16/2. مثلا إحنا اليوم هو الخميس، فإحنا نقول له مثلا إعلان للجمعة فقط، أوكي، نقول له موافق، فراح يكون إعلان لمدة يومين اللي هو خميس وجمعة، أو نقدر نختاره ونقول له مثلا فقط الخميس، فراح يكون اليوم أربعة والخميس فقط يوم واحد، سيتم تشغيل إعلانك لمدة يوم بميزانية يومية قيمتها $1. بعدين راح يطلع لك حسابي، حساب طالب جابر الدرعي. هذا الحساب وليس هو حساب نفسه حساب الصفحة، إنما حساب شنو، حسابك الشخصي الموجود على الفيسبوك اللي هو اسم حسابي اللي مسجل عليه البطاقة. فش اسمه، اسم حسابي هو طالب جابر الدرعي، والفيزا كارت مربوط بفيزا كارت. طبعا انت تقدر تختار اي تعدل من التعديل الموجود هنا، هذه اللي موجوده تعديل، وتقدر تعدل الحساب ما انت مثل ما تحب. بعد ما تكمل تنقر على ترويج مقابل $1 يوميا، لما تنقر عليها راح يبدي شنو جاري الانشاء، راح يبدي شنو
يبدأ يسجل الترويج مالته، ويقول لك انه تم الترويج. شوف هسه هنا أنا يقول لك انه ترويجات مبلغ المنفق، الوصول المدفوع، ونحن نراجع اعلانك لتأكد من توافق مع ارشاداتنا. عادة ما تستغرق هذه العملية 15 دقيقة. بعد ربع ساعة أو 10 دقائق، 5 دقائق، راح تجيك رسالة نوتيفيكيشن، إشعار على حسابك الشخصي يقول لك إنه تم الموافقة على الإعلان. معاينة للإعلان، نقدر نشوف عرض المعاينة مع الإعلان. يقول لك إنه الإعلان راح يطرف هذا الشكل للناس، إنه إعلان ممول واللي هو صفحة رسمية مثلا للمهندس معمار طالب جابر. طبعا الناس راح تنقر على لايك وتدخل عليها. هنا راح يبدي يعد لك المبلغ المنفق والوصول المدفوع، وراح يقول لك ميزانية يومية وتاريخ الانتهاء. تقدر طبعا من دخول على الإعدادات الصفحة بعد الإعلان أنه تعدل عليها. شوف الموقع والإقامة، الجمهور العراق وبغداد، متوصلين استثناء المعجبين بطالب جابر. أنا شنو ما خليت إنه يوصل الإعجاب إلى الأصدقاء الموجودين الضايفين بالصفحة، إلى أصدقاء جدد، لهذا حدد له الأماكن مالتهم، والعمر من 19 إلى 55، والجمهور ناس ذكور ومربوط بالحساب. اوكي، فالموضوع جدا سهل وما بيديك صعوبة. وبعدين راح يبدي الترويج. من راح يبدي الترويج راح تشوف فرق بعدد الاعلانات والاستجابة الموجودة. طبعا شوفوا الفيديو الاخر اللي راح اعرضه بعد قليل، راح اسجله بعد قليل، اللي هو خاص بكيفية الترويج لمنشور معين، وراح نستخدم نفس الصفحة. شكرا لكم، نتمنى انه فادكم هذا الدرس، وكان سهل جدا وواضح. أهم شغلتين تأخذوها بنظر الاعتبار، أن تكون عندكم فيزا كارت أو ماستر كارد مربوطة بحسابكم الشخصي، وأنه تكون لكم سيطرة على الصفحة اللي تريدون تمولولها، أما آدمينية أو معلنين بهذه الصفحة، حتى تقدرون تروجون بكل بساطة لهذه الصفحة. والسلام أجمل ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا النقر على لايك أو سبسكرايب للاشتراك بالقناة، والنقر على لايك وتعليق أسفل الفيديو لأي استفسار، وكذلك لأي طلب آخر تعليمي حتى نقوم بتسجيله ونشرحه بالصفحة. وكذلك نقر على إعجاب لصفحتي الرسمية الخاصة بالأمور التعليمية اللي هي طالب جابر قاطع، اللي هي موجودة هذه، اللي تحتوي على هذه الصورة والمعلومات الخاصة بي، حتى تشاهدون جميع الفيديوهات الموجودة بها اللي هي التعليمية اللي جاي انشرها، وكذلك كل الأمور الخاصة بالورش العمل والفيديوهات التي جاي اعقدها، وكلها مجانا. وفي السلام أجمل ختام. كان محدثكم المهندس المعماري طالب جابر من العراق.